السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نكسب فلوس من موقع كانفا؟ موقع كانفا موقع قوي جدا كبير، تقدر تعمل من خلاله فيديوهات، تقدر تعمل من خلاله برزنتيشن، تقدر تعمل حاجات للسوشيال ميديا، تقدر تعمل فيديوهات، تقدر تعمل دوكومنتس، يعني تقدر تعمل سي في من خلاله. انا تقريبا معتمد عليه في كل حاجة، يعني اغلفة الكتب اللي انا بعملها، اعلانات خاصة مثلا بصور، في حاجات كتيرة جدا الواحد بيستعين بكانفا لان هو مش محتاج تسطيب وسهل في الاستخدام، وفي تولز كتيره جدا، حاجات كتيره جدا بالذكاء الاصطناعي. يعني لو جبت ابس هنا هلاقي حاجات كتيره رائعه جدا تقدر انت تستخدمها. طيب، في طريقه من طرق الربح الا وهي ريفير فريندز، ان انا لو انا عندي متابعين كتير او ليه اصدقاء كتير على السوشيال ميديا ممكن اقول لهم يا اخوانا جربوا كانفا، تمام، فبيديك لينك تقدر تشاركه مع الناس، فده بيحقق لك ربح. لكن مش هو ده اللي رشحهولك الا لو انت عندك اصدقاء كتير او متابعين كتير. طيب ارشح لك ايه؟ في ان انت تروح مواقع زي فريلانسر وابورك وخمسات، في مواقع كتير خاصه بالشغل الحر، ان انت شغال من البيت، بتلاقي حد مثلا طالب تصميم المحل بتاعه، يعني هو عنده كافيتيريا مثلا فعايز حد يعمل له تصميم، فانت تاخد التصميم وتيجي هنا تعمله له في ثواني، يعني التعليم بتاعه سهل جدا. في تولز كتير جدا تقول له كريت ديزاين، فبيقول لك انت عايز ايه، شوف الابعاد اللي انت عايزها مثلا بوك كفر، فبتلاقي ان هو مديك تمبليت كتير ومديك تولز كتيره، يعني بيغنيك عن اكتر من 100 موقع. يعني هو فاتح ان حد يبرمج جواه، ففي ناس كتير جدا مبرمجين مترابطين موقعهم بكانفا، فتقدر تعمل تصميمات حلوه جدا. يعني ممكن يكون حد عايز يعمل تصميم كتاب، تعمل له التصميم مش هياخد منك 5 دقايق، فدي اكتر حاجه ناس كتير جدا بتكسب منها، لان هو الموقع سهل في الاستخدام، تقدر تسحب وتحط وتعمل صور كويسه جدا. هنا تقول له مثلا اهو التصميم مثلا ده عجبني، هبدا اخد اقول له انا عايز التصميم دوت، تمام، خلاص خدناه، نبدا نعدل في الكتب وخلاص بقى عندي تصميم جاهز، تمام، مجرد بس ان انا دبل كليك واروح مغير الكلمه اللي انا عايزها واسميها مثلا تمام اي اسم بقى انت عايزه. عندك اغلفة كتيرة شكلها جميلة جدا، انا عملت الموضوع دوت، ماشي، ولو نزلت كده هتلاقي ابس، هتلاقي كل دي برامج تقدر ان انت تستخدمها، ودي مواقع بدل ما تلف على الموقع موقع، هو مربوطين كلهم بكانفا، فدي اكتر حاجة ممكن تكسب منها، ان انت فعلا بتعمل شغل حقيقي لناس حقيقيين. طيب، في برضه حاجة كويسة جدا اللي هي كانفا كرييتور، يعني انت لو جيت هنا في كانفا هتلاقي في حاجات خاصة بالتمبليت، حاجات خاصة بالبيزنس، كل دي حاجات ناس عاملاها وحطاها على الموقع، ولما بتستخدمها بياخدوا فلوس. انت ممكن تكون واحد من دول، يعني تعمل تمبليت لحد عايز يعمل برزنتيشن، ماشي، كانفا كرييتورز، كرييتورز اه، هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو ان شاء الله، تقول له بيكام كرييتور وتبدأ تسجل ان انت عايز تعمل تصميمات، سيت يور 1 اورز، عايز تشتغل كام ساعه، انجوي، انت طبعا بتبقى ممتع جدا ان انت تعمل تصميمات، ايرن، وطول ما انت نايم هو اليو سليب عمال الارباح بتزيد معاك، فدي طريقه جدا كويسه جدا ان انت تكسب منها. هتعمل تمبليت كريتور، هتعمل تمبليت لو حد عايز يشتغل يقدر ان هو يستخدم التمبليت بتاعك، وفي مقابل يعني انت هتبيع من كانفا، يعني انت مش هتدفع فلوس لكانفا، انت هتاخد فلوس من كانفا. اليمنت كريتور، هتعمل بعض العناصر الاشكال الجميله ديت، تمام، هتقدر تعملها من خلال الستريتور، من خلال اي موقع تاني، وتقدر ان انت ترفعه وكانفا تحاسبك عليها. في تشوف بقى انت عايز تعمل جرافيكس، عايز تعمل فوتو، صورت صور حلوه تقدر تبيعها تمبليت، وفي ناس كتيره هي بدات في الموضوع دوت، فدي اهي قول له بيكام كرييتور، فبيبدا يدخل بقى الداتا بتاعتك، وهتبقى انت موجود عنده ومتسجل ان انت راجل هتعمل تمبليت، هتعمل اليمنت، هتعمل education resource، تمام. لو انت جيت هنا هتلاقي في ناس مثلا عامله حاجات خاصه بالليرنر والحاجات دي كلها، خلاص انا هسجل نفسي عنده ان انا بعمل خدمه من الخدمات تمبليت الحاجات دي كلها، فبياخد المعلومات بتاعتي ويبدا ان هو يسجل لي ايه الحاجات اللي انت عايز ان انت تعملها، وخلاص بقيت اقدر اعمل حاجه. وبعد فتره لو انا فعلا مبدع وعامل شغل كويس، الناس تبدا تسجل، والناس وابدا ان انا اكسب فلوس من التصميمات بتاعتي، تمام. ان شاء الله هنشرح خدمات كتيره جدا من كانفا، وهسيب لكم روابط اسفل الفيديو بحيث ان انتوا تستفادوا منها، زي ما انت شايف في وايت بورد، في حاجات خاصه بالبرزنتيشن، PDF اديتور،
فان شاء الله يعجبكم الشغل عنا، وان شاء الله تكسبوا باذن الله.